أيها الحضور الكريم، تحية طيبة. وبداية أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية دعوة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لمشاركتنا إطلاق الحملة الوطنية 19 لوقف العنف ضد النساء، والتي ننظمها تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نوفمبر من كل سنة. وبصفتكم أنتم شباب اليوم وخريجي الجامعة المغربية رمز المواطنة والتغيير البناء، نؤمن بقدرتكم المعرفية في المساهمة من أجل تطويق هذه الظاهرة وتجفيف كل منابع اللجوء للعنف غير المقبول مقبولة والمرفوضة. وبقدر ما يتنافى وقيم الأسرة المغربية وخصوصيات مجتمعنا المتماسك، بقدر ما يجرم التشريع الوطني والصكوك الدولية ذات صلة بهذا السلوك. وعليه أدعوكم ومن خلالكم أدعو كافة أسركم لاعتماد التعامل مع المرأة والطفلة يسوده الاحترام والاعتبار، مع اعتماد حوار يؤسس للمساواة بين المرأة والرجل كما هو يضمنه دستورنا دستور المملكة. كما ستشكل هذه الحملة فرصة لتوعية عموم المواطنين عبر وسائط متنوعة للتحسيس وإحداث تعبئة مجتمعية وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله بين النساء والرجال، والتحفيز على الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات التي تتبناها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. اليوم يتم إطلاق الحملة 19 للتحسيس، الحملة الوطنية للتحسيس ضد العنف الذي يعني تعيشه النساء. فهذا اليوم كيصادف الاحتفال العالمي ب 25 نوفمبر بهذا المناسبة ديال التحسيس ضد العنف ضد النساء. فوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كل سنة كتنظم هذه الحملة اللي كتدوم 15 يوم، وهذه السنة اختارين لها واحد الشعار بالنسبة لنا مهم جدا، هو التحسيس في الوسط المدرسي ضد العنف ضد الفتيات والنساء. وهذا التحسيس غادي يقوموا به الطلبة ديال الجامعات المغربية، وتنشكر بالمناسبة السيد رئيس جامعة محمد الخامس والسيد العميد اللي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بالرباط، أيضا السيد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبداع، والسيد وزير التربية الوطنية والبريسكولير يعني التعليم الأولي والرياضة، على وايضا الشركاء اللي هما اليوم معنا لافلاف اللي هو لو فون دي ناسيون زوني اللي حول هذا اللي كيساعدنا في هذا الحمله ديال التحسيس ضد العنف ضد النساء، وايضا ضيف شرف هذه السنه هما كندا اللي هي شريك في هذه الحمله. اذا كما قلت الشعار مهم جدا، هو اننا الفكره هي الا بغينا نغيروا هذه الوضعيه خصنا نشتغلوا على الاطفال، وخصنا نشتغلوا على منظومه التربيه والتعليم. ولهذا الطلبه لان تنعرف تبارك الله عندهم واحد الحموله ثقافيه مهمه جدا، فبغينا نشاركوهم ونعولوا عليهم، نعولوا على الشباب انهم هما اللي غيمشيو يعملوا التحسيس في المدارس. فهاد الوليدات وهاد البنيات اللي غادي نعملوا لهم التحسيس هما غيمشيو للبيوت ديالهم مثلا في المساء، غادي يتكلموا مع الام ديالهم، مع الاب ديالهم، مع الاقارب ديالهم. وبالنسبه لنا هاد العمليه ديال لا ترانسميسيون يعني في الوسط العائلي مهم جدا. سنعرفوا باللي عدد كبير من النساء كيقيسهم هذا العنف ضد النساء، وماشي العنف غير الجسدي، راه كاين العنف اللفظي، العنف في ليسباس بوبليك يعني في الفضاء العمومي، العنف في الاعلام ايضا يعني. فلهذا هذا بغينا نقولوا المسؤوليه ديالنا كاملين،
خصنا كاملين نعملوا اليد في اليد، منظومه التعليم، المجتمع، الاعلام، لا سوسيتي سيفيل يعني الجمعيات، الكل يجب ان نعمل اليد في اليد. الوزاره طبعا احنا كنتكلموا على الدوله الاجتماعيه والبرنامج الحكومي ديال الدوله الاجتماعيه، فالمهم هو الانسان، يجب ان نشتغل على بناء هذا الانسان وخاصه الاطفال اللي هما المستقبل ديال بلادنا. فإلا نجحنا باش نقنعوا الاطفال وندخلوا لهم في الذهن الصغير ديالهم اللي غادي يكبروا بان هذا العنف ضد النساء هو شيء لا يمكن قبوله، يعني هذه الظاهره يجب القضاء عليها، خصنا نعملوا اليد في اليد. وان شاء الله انا متفائله وكنتمنى ان هذه الحمله تكون ناجحه، وانتم كنعولوا عليكم كاملين الاعلام، جميع الاسر المغربيه اللي كتشوف هذه المداخله، كنعولوا عليكم باش نتوما كل واحد البيت ديالو، لان هذه مسؤوليه ديال الجميع، ما يكونش تقول هذاك عمل ولا هذاك عمل ولا هذاك عمل، لا، هذه مسؤوليه ديالنا كاملين، فكل واحد خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. وشكرا.